التشخيص لواقع قضايا الولاية والملف البيئي على العموم. سجلنا عجز كبير في ميدان وسائل التدخل، وهو ما دفعنا إلى تقديم ملف لمعالي السيد وزير الداخلية والجمعية المحلية شهر أكتوبر، والذي تفضل مشكورا بمنحنا إعانة مالية مستعجلة لدعم حضيرة الولاية بمبلغ إجمالي يقدر ب 48 مليار سنتيم. هذه أول دفعة. في الدفعة الثانية ننتظر إعداد ملف ثاني لصالح حضائر بلدية الولاية لدعمها بحصة من العتاد المتنقل، خاصة العتاد الذي له صلة بالنظافة والنقاوة العمومية. ندعو المستفيدين من هذه الحصة إلى الحفاظ على هذا المكسب الهام لصالح الولاية، والذي سيسمح بتخفيف العبء على الحضيرة القائمة التي تشهد حالة من الاحتراق، وكذا ستسمح بتوفير شروط مثلى للعاملين الذين يقومون بمجهودات جبارة بوسائل قليلة. وننتهز هذه السلحة الكريمة لنقدم لهم أسمى مشاعر العرفان والامتنان لما يبذلونه من جهد، وخاصة خلال المواسم والأعياد الوطنية. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.